كذلك يوجد لدينا مبادرات عملت عليها المؤسسة بالتعاون مع جهات حكومية كثيرة على مدى السنوات الماضية، كان نتيجتها فتح ملايين من الحسابات البنكية لفئات من العمالة الوافدة وكذلك العمالة المنزلية. فتح كيف تم فتح حسابات لهم؟ يعني أتكلم عن خلال هذه الفترة الماضية، هل فعلا اتجهتم فعلا عندكم أرقام وإحصاء تدل على أنه في إقبال من العمالة على استخدام فتح حسابات واستخدام الخدمات الإلكترونية للتحويل؟ اللي تعمل عليه المؤسسة هي تهيئة البنية التحتية والخدمات من إيجاد البنوك. جميع البنوك المحلية الآن تقدم خدمات فتح الحسابات رقميا سواء من خلال الأونلاين أو التطبيقات. ما ذكرته قبل قليل أقصد مبادرات سابقة قامت فيها المؤسسة مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج مساند تحت مظلة برنامج حماية الأجور. فبالتالي يوجد لدينا في المملكة ملايين من الوافدين والعمالة الذين لديهم حسابات بنكية تمكنهم من استخدام القنوات الرقمية وليس زيارة الفروع البنكية.